السلام عليكم طالبات الصف الخامس، لتحميل برنامج كودو الخاص بمادة تصميم التكنولوجيا. بناء على هذا الفورم الاستبانة الموجودة، عند تعبئة هاي الاستبانة إذا كان نوع الجهاز اللي بتستخدميه أو الموجود عندك هو شخصي، أوكي؟ أول خطوة هون رح تعمليها أرجو تحميل الملف التالي. مجرد ما ضغطتي هون راح يبلش ينزل لك فايل في أسفل الشاشة. طبعاً هذا الفايل ممكن ياخذ وقت طويل، ممكن ياخذ ربع ساعة أو نص ساعة، ممكن أكثر حسب سرعة الإنترنت اللي عندك، تمام؟ هلا في حالة تم تنزيل تحميل هذا الملف، أكتب تم، أوكي؟ مجرد ما كتبت تم راح يظهر عندي اللي هو الفيديو التالي اللي أنت لازم تحضري، اللي هو هذا الفيديو اللي أنت عم تحضري فيه. اوكي، هلا شو لازم تعملي؟ تفتحي الملف، انا منزليته من قبل، تفتحي الملف بعد ما تنزليه. راح يطلب منك انك ممكن يطلب منك تدخلي الادمن، ممكن ما يطلب منك، حسب انت، حسب جهازك، حسب جهازك هل انت حاطيت له باسورد انه لازم انك انت تدخليه ولا لا. اوكي، بعدين بضغط على يس. بنتظر شوي. بظهر لي select set up language، بتختاري الانجليش، اصلا بيكون هو مختار لك اياه، بس بتعملي اوكي. بعدين تختاري I accept أول وحدة، بعدين next، بعدين كمان next، كمان next. تنتظري قليل، ممكن ياخذ معك شوية وقت.